يعني وانا جيت من العراق على دكتور تامر، عملي العملية شيء كلش بسيط، آلام ما في نهائي نهائي، والحمد لله اليوم أمشي وأقوم وأتمشى براحتي، وهذه أول كوباية لي أشربها، والحمد لله وفضل الله وفضل دكتور تامر، الحمد لله السلام. بحس روحي غير إنسان يعني، يشهد الله إن شاء الله على هالمستشفى، يعني ارتحتوا كثير كثير كثير، ارتحنا فيها والله العظيم يعني كثير، خدمة مميزة يعني الحمد لله. هذا اللي احنا بيبقى هدفنا في الاخير. ايه الحمد لله. وفضل الله وفضلك دكتور يعني. انت اللي سعيد. ان شاء الله صارين. الله يسلمك دكتور. الله عزيزك. اشكرك. شكراً دكتور. شكراً. أنا اسمي علي من كردستان العراق من محافظة السليمانية. كان وزني 137 كيلو. وطولي 182 سنتيم. كانت نفسيتي جدا متعبة من مرض اسمه السمنة. قلة الحركة، ضيق تنفس، قلة نوم، ما أقدر أتحرك، نفسية منهارة جدا، كنت إنسان معزول، أعاني من كل الأمراض، أعاني من شراء الملابس، أعاني من كل شيء بحياتي، أثرت جدا على حياتي، والحمد لله والشكر يوم 6/5 تعرفت على الأخ والصديق الطيب الدكتور المبدع دكتور تامر الله يحفظه. عندما عملت العملية يوم 6/5 بمصر بالإسكندرية بالتحديد في مستشفى لوران، يوم 6/5 حسيت روحي انولدت من جديد. إلى اليوم يعني صار 5 أشهر نسوي العملية، نازل 42 كيلو، اليوم وزني 95 كيلو الحمد لله والشكر، وجدا مرتاح، اي آلام ماكو، اي اعراض جانبية ماكو، ما شاء الله احس روحي يوم 6/5 ميلادي الجديد، انولدت من جديد لان صرت انسان ثاني.